دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ما نزال في حوارنا مع المهتدي الكولومبي عبد الله، وما نزال نقف معه على عتبة القرار، لماذا اختار الإسلام دينا، ونكتر معه أو نستعيد معه الفترة القديمة التي كان يقارن فيها بين القرآن وبين غيره من الكتب السماوية، كما كان يقارن بين العقيدة الإسلامية وغيرها من العقائد. أستاذ محمود، أريد أن أطرح عليه سؤالا. أنا أعرف أن له أخا، له أخ، وأن أخاه ما زال على المسيحية، وأعرف أيضا أن أمه ما تزال على المسيحية، وأنها تزوره كل عام تقريبا في مصر. هل أحس بعد أن اعتنق الإسلام أن هناك شقا أو حدا أو سدا منيعا بينه وبين الأسرة؟ كريموس كي كريموس صبر كي la relación entre tú y la familia, y sabemos que el hermano tuyo es cristiano, tu madre también es cristiana. Y que tu madre viene para Egipto para visitarte. Y queremos saber también si hay una rebasa entre tú y ellos después de que tú has convertido al Islam. Fue un poco difícil para ellos aceptar que yo haya aceptado el Islam. ¿Ok? Y... pero en mi familia, alhamdulillah, hay libertad para escoger lo que uno quisiera. Sí, lo que uno quisiera. Pero el problema es que hay veces nuestra cultura no la lleva muy bien con aspectos del akhlaq en Islam. Entonces ellos se extrañan. Se extrañan de ti. Y entonces es difícil eso. ¿Cómo? ¿Un ejemplo, por ejemplo, de las moralidades que estás haciendo? Pues... ¿como la oración? Como no, vino. No, mi familia no era muy... ellos son más seculares que religiosos. Son mi mamá es creyente. Mi hermano es muy secular. Pero... ellos ven que tú cambias de hábitos. ¿Sí? Y entonces ellos, pues lógicamente, se extrañan de ti. Como si te volvieras de un momento a otro una persona un poco desconocida para ellos. ¿Ves? Y sí, fue difícil para ellos y fue difícil para mí también. ¿No? Porque si uno no se comunica en la fe, ¿sí? Pues no se comunica esencialmente. Y si uno no se comunica esencialmente, pues... los lazos familiares sufren, ¿no? يقول يقول نعم ان الـ 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 ان هذا الامر ودخوله للاسلام احدث امرا بينه او سدا بينه وبين اخيه وبين امه. يقول لانهم لم يقبلوا الاسلام في بدايه دخوله لهذا الدين، وأنهم كانوا يتعجبون من أخلاق الإسلام، ويقول يعني لا يعني مع أن أمه يقول أنها مؤمنة غير أخيه، مؤمنة بالنسبة أنها متدينة، نصرانية متدينة وملتزمة بالتعليم النصرانية، يقول ومع ذلك فهي يعني لم يعجبها الأمر، ولم يعجب كذلك الأمر أخاه من ناحية دخوله للإسلام. ويقول وكأنهم يعني يجدون شخصا آخر، وأن هذا شيئا غريبا غريب الحدوث. فيقول إن العلاقات الأسرية وصلة الرحم تتأثر وتعاني من مثل هذه الأمور. أستاذ محمود، يعني أنا أعرف أنه أثناء مقارنته بين الإسلام وبين غيره بتبقى في مرحلة ارتباك، مرحلة اضطراب، مرحلة بحث عن الطريق وعن بوصلة الطريق. ألم يدر بخلده؟ وأنا بقول ده ليه؟ لأنه من أهداف برنامج لماذا أسلموا أن نحارب موجة الإلحاد
نعم. التي تجتاح العالم العربي. نعم. في حتى يعني بعض الملحدين عملوا في النت شبكة اسمها شبكة الملحدين العرب. نعم. فتخيل معي يعني ألم إحنا عاوزين نبعث برسالة إلى هؤلاء. هل دار بخلدي أو كان عنده ولو ومط في خاطره للحظة أن يكون ملحدا وأن يطرح العقائد والأديان كلها قبل دخولي الإسلام؟ قبل دخولي الإسلام. كريم الصبرسي توتنيس أنا دودا أنتس دي كمبيرترتي الإسلام دي كي دخار تودس لس ريليخيونيس يسير أطيو كمو برخيم بلو لس أطيوس كي إكسيستين أورا إنسا بيضا الدكتور حسام ديسي كمان الأورا إن النت أي أي أون موقع في النت يا خنت كونسون أتيوس ديسن إس لوس أتيوس أرابيس إيكي نصوت لوس تنموس كستار سيمبري كونترا لوس أتيوس لوس كريموس سابرسي تو تنياز دودا أنا بس كي بويدي السير أتيو نو جو نو تنيا نو نونكا تو دودس دي سير أتيو porque siempre me he fascinado por la belleza del mundo exterior, sí, del mundo natural, por ejemplo. Es innegable, es perfectamente innegable. Pero una cosa es que hoy en día la cultura de, digamos, de la educación internacional, hay ciertas cosas que hacen difícil comprender la existencia de Dios desde ese punto de vista. Por ejemplo, existe la evolución, ¿sí? Entonces, desde el comienzo la gente se pregunta si la evolución es algo comprobado por la ciencia contemporánea. ¿Cómo es posible que escuchemos la evolución, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cómo es posible que existan o que en el Torah, ¿sí? se hable de Adam, alayhi salam, por ejemplo? Y así es difícil de comprender, por ejemplo. Entonces, por ese camino viene algo de ateísmo para la gente hoy en día, sí, porque es muy fuerte. Por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa no te publican si eres profesor, el cual diverge en su opinión en cuanto a eso, por ejemplo. Entonces, pero yo nunca, porque es también algo así como una moda hoy en día el ser ateo para la juventud, por ejemplo, en Estados Unidos es alguna moda, está de moda hablar mal de la religión. Sí, y eso pues desde el comienzo es falta de principios, porque si tú eres de una creencia y otro es de otra creencia, hay que respetarse. ¿Sí? طيب انا ارجو ان تستبقي النقاط في ذهنك في الترجمه لانه معنا صديق انتظر طويلا على الهاتف الاخ ابو عبد الله من السعوديه. اهلا به واهلا بارض الحرمين الجميله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور حسام اهلا بحضرتك. احييك واحيي ضيوفك الكرام. جزاكم الله خيرا. حقيقه طرحت النقطه التي كانت في بالي ما شاء الله وانت دائما سباق. جزاكم الله خيرا. تفضل. قضيه الفلسفه دائما يعني الذي يغلب على الكثير من المتفلسفه هي قضيه التردد والتذبذب. يعني حتى في فترات حياتهم ألم يخطر في باله وهو خلال فترة الاهتداء قضية التذبذب والتردد؟ بما أن الإنسان درس الفلسفة فأظن أن الإنسان يبقى في ذهنه أشياء من هذا القبيل. هذه أول نقطة. النقطة الثانية أرجو أن يعذرني في هذا السؤال. أنا حقيقة أتكلم من بلاد الحرمين. أنا لا أعرف عن كولومبيا إلا من خلال وسائل الإعلام أنها بلاد المخدرات حقيقة، يعني قبض على كذا وحبوب كذا. ودنا أن يعطينا نبذة عن هذه القضية حقيقة، وخاصة أن الآن نحن يشرفنا أن يكون من بلد كولومبيا ويعطينا صورة حسنة عن المسلمين في كولومبيا. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة قضية المراكز الإسلامية في كولومبيا. هل هناك مراكز إسلامية؟ هل له علاقة بالمراكز الإسلامية في كولومبيا؟ أم أن هناك علاقة مثلا بدول أخرى زي البرازيل، يعني دول قريبة من كولومبيا؟ أرجو إفادتنا يا دكتور حسام وشاكر ومقدرا لك. جزاكم الله خيرا. أسئلة بارعة وتنم عن وعي وثقافة عميقة، وسنعود إلى هذه الأسئلة الثلاثة أستاذ محمود بعد أن نتلقى